أنا في موضوع كنت هتكلم عنه، إنه كيف نرد على الشبهات ما بين المسلم وغير المسلم، وما بين مسلم جديد أو مسلم مولود بالإسلام أو مسلم أو غير مسلم. فهناك 3 أنواع طبعا: غير المسلم، وغير المسلم قد يكون هناك نوعين منه: المشكك بالإسلام والباحث عن الحقيقة كما قلت سابقا. وهناك أيضا المسلم، مثل المسلم الجديد الذي يأتي من خلفية غير إسلامية، وبعد أن يعتنق الإسلام لأنه أحب الإسلام وهكذا. هناك بعض الأشخاص الذين يبدأون بتشكيكه بالإسلام عن طريق إلقاء الشبهات عليه، إما عن طريق النت أو عن طريق العائلة، أو يعني أفراد العائلة أو غيره يريدونه أن يترك الإسلام فيضيقون عليه. العقل الغربي يختلف عن العقل الشرقي. الطريقة التي يفكر فيها الغربي تختلف تماما عن طريقة التفكير الشرقية. فعندما يلقي أحدهم شبهة، فالأفضل دائما أن نعرف خلفية هذا الشخص، ونعرف من أين جاء ولماذا وكيف وما هي الأسباب التي دعته للأسئلة. ويجب أن نكون طبعا صادقين، أن لا نقول لا هذا ليس صحيح وهذا ضعيف، أو يحاولون طبعا تحويل القصص بحيث أنها تكون ليست في مكانها الصحيح. لو أخذنا مثلا موضوع الرق، أوكي، الرق الرقيق، وقالوا لي بعض الأخوات أن الإسلام يحث على الرق ويحث على الرقيق وغيرها. طبعا أنا عملت محاضرة كاملة في هذا الموضوع موجودة على اليوتيوب عندي. إذا أردنا أن نتحدث مع واحد عربي بالنسبة لموضوع الرقيق، واحد أجنبي، الطريقة التي يفكر فيها الأجانب أن الرقيق هم أناس يعني يستخدمون كسلعة، ليس فقط خدام. فأنا أملكك كشخص، ككرسي يعني عندي في البيت، أنت تعمل اللي أنا بقولك عليه، لا أعطيك أي فلوس أو أي مال، أنت بالنسبة لي شخص أستخدمك كما أشاء. هذا طبعا التفكير الغربي. لكن لو أوضحنا لهم كيف المسلمين عاملوا الرقيق وعاملوا العبيد والإماء، تختلف طريقتهم في التفكير. وبالطبع فإن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل الآيات عن الرقيق وعن ملكة اليمين وغيرها في القرآن الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرق من أول يوم نزلت هذه الآيات، من أول يوم نزل الإسلام. لكن أخذ وقت لحد ما الناس اعتادت على هذا الموضوع، انتهت منه. وأعطيهم دائما مثال لينكولن عندما وقع المعاهدة أنه لا رقيق بعد الآن. حصل هناك حروب أهلية طاحنة ودموية لمدة تقريبا 6 سنوات، مات فيها آلاف من الرقيق من السود، سبحان الله. فعندما أعطيهم هذا المثل، هقولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بإلهام ووحي من الله سبحانه وتعالى أنهى الرق، ولكن تدريجيا حتى لا تحصل هذه المشاكل ولا تحصل هذه الدموية وهذا القتال، تجدهم أنهم يقتنعون. لذلك من المهم جدا عندما نستخدم شبهة ما ونرد عليها، الرد باللغة الإنجليزية أو لشخص لديه خلفية غربية تختلف عن طريقة الشيء الآخر. مثلا موضوع أنه هل يجوز المرأة أن تجلس في البيت وتجلس فقط ويعني تربي أولادها ولا تخرج للعمل؟ النساء عندنا هنا أكثرهم نسوية، يقول لك مثلا لا، هذا خطأ وهذا ليس عدل، والمرأة يجب أن تخرج وتعمل، والمرأة يجب عليها أن تساهم في فواتير البيت وهكذا. الآن نحن في زمن، يعني الآن أصبح حتى في الدول العربية الزمن هو أنه لم تعد الفلوس تكفي، فلوس الرجل التي يأتي بها إلى البيت تكفي لتغطية جميع الفواتير. فممكن أن نقول لهم هو الأفضل لك
يا امرأة أن تجلسي في البيت وتربي جيلا ويعني تربي أولادك بدلا من الخروج إلى الخارج. هو مسموح المرأة أن تخرج وتعمل، لكن ضمن ضوابط معينة. عندما أتحدث مع المرأة بهذا الشكل تجد أن المرأة يختلف رأيها وتختلف طريقة تفكيرها. فالمهم جدا يعني نحن أن يكون لدينا ذكاء اجتماعي أو ذكاء عاطفي، بحيث أننا نستطيع أن يعني كما قلت نقرأ وراء هذه المشاعر أو هذه الخلفيات الاجتماعية الموجودة لدى هؤلاء الناس وكيفية الرد عليهم، دون طبعا الخلل في الشريعة، دون الإخلال في الأحكام الشرعية أو في آيات الله سبحانه وتعالى أو في الأحاديث.